انت كدير المرايه تحت المخده، ملي كيدخل شي حد كتشوف واش وكتحاول توقف وكتحاول باش تبين للناس باش ما تخلعناش. حيت كنا ديك الساعه في الباك، كان عندي 17 عام 18، ما بغاتش تخلعنا، ما بغاتش تخوفنا. دايوغ انا ماما الله يرحمها في المرض ديالها عمري ما شفتها كتبكي. شنو تقول لها في المناسبه؟ ملي كتمشي الام راه كتمشي كلشي، يعني توحشتها بزاف، وفي العيد الكبير كنتوحشك، وفي العيد الصغير تنتوحشك، وفي رمضان تنتوحشك، ملي كيغوت عليا شي حد كنتوحشك، ومني تعدوا عليا الناس كنتوحشك، ومني بزاف د الحوايج بزاف ما قدرش نشرح لك. انا كنبغيش نبكي ولكن تنعاود نرجع لهادشي. وان ماما ملي كنمشي نزورها بالقبر كنجلس بالساعتين بالثلاثه بالخمسه د السوايع، تنجلس وتنعاود ليها شنو طرا وشنو لبست وشنو شربت وشنو، فهمتيني؟ يعني انا ساكي ضروري تصويرت ماما كاينه فيه، وماما ما ماتتش. ماما بالنسبه ليا ما ماتتش، هادشي اللي مصبرني. ماما كنهضر معاها، كنستاجر معاها، كنفيق تنقول لها صباح الخير، الي توجور لا كاينه معايا دابا، يقدر كاينه كتشوف فيا وراضيه عليا. الحاجه اللي كتصبرني هي رضات امي عليا.